أنا الإخواني خالد السيد محمد علي المقيم قم بكار الهرم، أرتد تعليمات من قيادات الإخوان بالخارج باستغلال المقتل محمود البنا بتاع المنوفية، وعملت محادثة من فابريكا على تطبيق الواتساب لجد القاتل لواء شرطة ثابت مع أحد الضباط للقيام على خلاف الحقيقة بتزوير بطاقة شخصية لإثبات المحادث والإثبات من عقوبة الإعدام. أنا الإخوان حسين محمد حسين صالح اتفقت أنا ومجموعة من زملاتي إننا نستغل حادث قتل محمود البنا بتاع المنوفية لما لقينا الموضوع منتشر على النت بشكل كبير، بإننا نطبع منشورات ونكتب على الحيطان عشان نثير الناس ضد الدولة والحكومة. اسم محمد محمود عبد الحافظ، ساكن في كارد نشاي مركز الشرق. في واحد من بلدنا يا اخوان رن علي واتجمعنا وادانا فلوس عشان اجمع ناس قدام محكمة شبين الكوم يوم جلسة راجل، ونقلب التجمع ده لتفاد ضد الدولة، وكان معايا شنطة فيها اسلحة كنا هنستخدمها لو كان الامن اتدخل. انا اسمي سالي فوز محمد الصاوي، ساكنة في الشهداء المنوفية، جالي تعليمات ان انا نعمل تحقيق على مواقع التواصل الاجتماعي ونستغل مقتل محمود البنا ان احنا نجمع الناس ونعمل تظاهرات ضد الدولة والحكومة. انا اسمي محمد السيد العسوي، ساكن في طنطا محافظة الغربية، شاركت في كل المظاهرات من اول 25 يناير لحد دلوقتي، ومن اول ما حصلت حادثة محمود البنا بدأت احشد الناس عن طريق النت عشان يظهروا قدام المحكمة ونادي ضد الدولة والحكومة.